أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إنما يوحى إلي أنما duruqda ama sida loo xaliyo khilaafaadka muslimiinta dhexdooda yimaada iyo diintu qawaacida u dejisay ayuu ku saabsanaan doonaa insha Allah ta'ala mawduuca subxaana wa ta'ala digliin doonaa fadlan sheekh Mustafa ayaa ku soo dhaweynaya fadlan fadlan mashkuur بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته موضوع قصه في سبل انهاء الخلاف اما سبل انهاء الخصومه وضوينك الله مره بناء آدم كسيد الله حل له مشكلات كيسة وحين نقانا من طبيعة البشر وحكم ده وقت كستي زمن كستو النول يهي يسو إمات كيسو خير يشرب ووطا بناء آدم كوينو ميل وددقو ويسو يمادو ووح ودوداقا خير بضن بي وضطا ويا وحا لسكو كردين يا وحا ويان وحوك يا عقلي يا تلا يا رأيي يا عدود أي سكو بيرنا يا بني آدم كمركو يسوي ماد لكن تاوح حكلو الله صعطة بني آدم كملايك ماها وقف ولبا يسقو الصحن وأن وح قلا ضو ضن ما صوب بيري حصوب بيري قف ولبا يسقو النقصان تيسة يا مشكلة دي سوتة يا رأيي كيسة جار كأي خلاف سنة أراد بني آدم ككله iy raqabaat kiisa doonistiisa binaadamka waxa ku wada abuuran raqabaat wa mawaadi' al-imtihan ma la ilaha subhanahu wa ta'ala inuu itxaamay in aanu leenahay qofka binaadamki waxyaabo awoodo u khayrna wa adeegsan karo sharna wa adeegsan karo binaadamku inuu muuqdo jecel yahay inuu hanti yeesho jecel yahay inuu ka noqdo jecel yahay waxa soo dhama waxay ka mid tahay waxyaabaha ilaha subhanahu wa ta'ala uu binaadamka ku abuuray waxaa la yaqaan marka binaadamku xataa hooyo qure hawada dhashee inay noloshooda ka mid tahay inay murmaan ama doodaan ama iskhilaafaan waxaa habboon marka in dadku garanayo sida mushkiladda loo xalilo ama looga tallaabo dad yoogan galbeedka degan isku day inay caqligooda isticmaalaan reconciliation method is bayley qaabab mushkilad ka bini aadam ka ay u xallilaan iyaga dhexdooda shariicada islaamiga waxay leedahay qaabab loogu tala galay bini aadam ka waxa u dhaxeeya in lagu xallilo saddex dariiqo mid buu maraa oo jaran jar ah saddexda dariiqo insha Allah ta'ala waxaan isku day doonaa mid kasta inaan dariska akhriyo haddii ay suurtowdo إما إن العفو forgiveness إن دتك بردو القاطان وعن طريق الإحسان يمران ويقبلان حقوق إلى هايين إن كتنازلان سب الشدو أيوة دصعون كرتاي مدة دوهاته إيا إما إن طريق المصالحة هشيس اللي قاله ah atrafta isaysta ama dacallada aarada ku kala gadisan cid waliba inay wax ka tanaasusho oo meel dhexe consensus la sameeyo meel dhexe in la isugu yimaado in la sameeyo ama dariiqa saddexaad oo ah almuxakama aw altaxaakum xeer iyo qaanuun dadku ku midaysan yoo la garanayo
وقف وليبا وقرن أي حق وكلية هي وحى وقرن إن أيدتكو يسولن نقدان ولغو قرتم ولغو كلبحو صدح ذا الطريقة الشرع الجديدة متكمدين لمرة صدح دبا وحيوبا هين دتكو إن يسفي عمو فهمان سب الله رانو وقرتان وحلوغة جيدو وحان هدى صوبا نيجي ككوات والعفو إن لا يصد القاطه أما سيعفو إن لا يماده دكتور ونيس إن اللي رادا وحط الماما يا آيات كقرآن معجب المفهرس كمر كان باري بولي وحاكو صاروري أفرتن إيا أفر آيادات وكور رميا عن العفو والصفح يعني واحد قران كرتا رب سبحانه وتعالى سيد أهمية دوسيي قرآن كوحا قصوى أروريبو لي أفرتن إيا أفر آيادات قياس هل موضوع أما هل شيء وأفرتن إيا أفر آيادات قرآن إيا مقعد بيا وكور رميا بعضها وحكم دا آيات كاسي مثلا إلهي سبحانه وتعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها لبها دي لقو قيستو أما مشكلة دو قيستو إن لقنت قيستو حق بعض بيضة لكن إلهي حلي فمن عفا واصلح فأجره على الله نك لكن عفوك قاطة كأجر كيسو إلهي سبحانه وتعالى ومبكر كيسا هذا إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان غفورا رحيما إلهي وحليه سبحانه وتعالى هذا خير موشي ستان أما قر ستان يعني وحيابا خير كهذا تكرو قبطه يضل غار كيو أما يسغو سركوان عندكو أغينات سميسو أو تعفو عن سوء بإلهي وحال السمية خير كاللسمين يي إيا عفس يد القاضة دولتي محمل بو سمي يعني لبدا والله خير يهين إلهي مركا وحلي أما إن أدحما لغو سمي أدعفده فإن الله كان غفورا رحيما فإن الله كان عفوا قديرا إلهي سبحانه وتعالى وكو عفو وبالغلي من أسمائه لعفو بابا كمده إلهي ما قعيدي سبحانه وتعالى كان نافست بضن لينو يهي إلهي وحلي سبحانه وتعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة حمها يصمه مصر نبال لي سبحانه وتعالى ادفع بالتي هي أحسن يدور نبا ديغا لغو قارسي جواب تأدوغا أد بحسار تفي عنها النقطة با إلهي لي وأدوغو الدلقات كموشي أدوغو عفس كموشي أدوغو حقاقا كتنازل هذا تاسد عذاب إلهي لي فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم أديك إياكي علاد يدين دحيسي شلي كان دبتو كاغت مع علاد بايدين دحيسي با لكن قف مركو دبكو جيستو جوابته وسوغا يا وحويان ان دار قوسطو هداد عكسي قادة سميستو وناغدو ولي بقودتو إلهي وحوت المام يا دي قف كا حديد كي ندنبين النقندونه كأنه ولي حميم صديق صاحب قفك كوغو دوب النقندونه قفك ديبت كو جيستي ادو ابال غدي وناك له إلهي وحلي والذين اذا اصابهم البغي هم ينتصرون مؤمنين تيضل صفين ايو ايا ليدي وكو ديبت غردردو مركه هشه وحسك دعيه وجزاء سيئة سيئة مثلها بالليل حمها حما لك أما إن لك بأبال كيدو يحي لكن إلهي وحلي ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور بحق الدماء إلهي كنت المام إنت نوى حقاقي لكن ولمن صبر وغفر ننك الصبر إضافة إن ذلك لمن عزم الأمور بإلهي وأرمها الصريء اللي قوستا كاسب الرب إلهي سبحانه وتعالى نبينا عليه الصلاة والسلام حديثك صحيح مسلم كي ألو حليه وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة حديثك النبي دارني إلهي سبحانه وتعالى أدون وغمكر ليعفو وعفيي عزي يشرف موياني
يعني عفوي قال لقى مرة حلب النبي يقول عليه الصلاة والسلام مهانة يذلي يلي نم ماها عفس كوحة وحافية نفوس دواوين دت كواوين. ولذلك أيها الإخوة إن أدوح عفيدة وأدوح نافطة أرين فضود ماها مركهوري نفت بن آدم كما فضودة ووح علس نفت إن التربية السابقة وبهانت إن كحوق بضطع عدد دي عيل كده يا أبورك كو أبورنا آهين أرقودته أرقود الشدوى وح بن آدم ككم ده نرشي سعادية قف كستوب بن آدم وحمل لوغ يستي إنه يشرك يسقليه أو مسكح ذا مركها بقى يبها تلمام يا وحسكرد عواي كعان وسيد النورمال كا وسيد عادي يقف كبن آدم كيو أبوريني لكن وحل لقى قد بايا قرة قف أودي كرم مصارعة النفس إنه نفتي سلل قدمه هودي سينو لل قدمه قف أودي كره حل لقى عرضة إن عقلك وشقيه أنت بدن بن آدم كو مركو عرضة عقلك وضبال ما كانما فلكانك قرحي عقلك مركو دبول منا وحان لفيلم باكا صبر قضا قعني يا افبا مدى يدون طبها النغطي لكن نك الرقا يوحوي نك مركو عراضه عقلك يسوانو دبول مني ولي وشوبه ولي قيمين كره وح افعاشك سوفو ليسا قرن كره هداي هدل تهي وحو ورن كره هداي قعن تهي وحو قيسان كره نفتي سولي كنترولي كره. ولذلك أيها الإخوة قفك مؤمن كاء إنه منزلة تنقى دوام منزلة الرئيسة وأنا منزلة النبي عليه الصلاة والسلام قلت الماما أيه حق بضانه ما أهب النبي عليه الصلاة والسلام كمرك اللي قدمه مركيبة وحل قده يعني حق بضان له وانك مركو عراضة نفتي سيحيشن كربو نبو كنت المامي عليه الصلاة والسلام انت اغب بضل لنالشا قفكو مركو عراضة قوامدو قادوا قلدين انت اغب بضل. ولذلك ريروه واحد بربران لحداد لعريسيني هاي مشكلات كإنسان كهري مادا انت اغب بضل واحد دعان لحداد لعريسيني لكن قفكو هدو اسكت ضيو مومن كو عريسينا نوحقو انا بقى هذا وقت قاعد عريسان تيناد وحقو آنا قادن هذا تسكد دايدو قوامدا قور تاد قادن يسينو يهي قور مسكح دادو اي فييو دهي قوران دي قوكو قو كرسانين قور اد ايجي كرتو وحاد سمين اسا محاكا رتب مكرا محاكا دالان كرا هذا حدكا قاري كرتو اني بروبلم وات صالف قرين كرتا مشكلت كستو نولش هذا كمي ده وات صالف قرين كرتا. ولذلك اني ماشي رق الرق يقارانو نايتهي اي احد الصحابه وحول اي حديث كبخاري ورينيو واحد مودينا النبي ايغا يبو عليه الصلاه والسلام وكشكين يا نبي نبيدي كميدا او تلكي اي ديبان او ديغا وجيسا كمسخيا او حدنا له اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون صوره دا ايك صحابي روح لي واحد مودينا النبي محمد اركيو او النبي قال كشكين يا او انت تلكي ديبان تلقي ما حيكون دبنا والنبي جوجيسته وحد قرن هرتان النبي جونا واحد دب جيسن خير بوجيست وردين تقبل ورلاه كبقة ورنلاش ينسى ونكبو سمي محل لو جو قبل جودين وتشي سديق لقى كيانه مركز ونك سمايسه الرد الفعل ككاهر يما ضو نقضين وتشي قال لقى دخره حلقة ما أنا تلا ضو أما يسكي علي أما يسكتك لكن منزلك سر رسول النبي قال مرة يا وحوت المامية إله كوني وحبك قرن ما يعني دم بقوة ضعف كونيك ككاني أيوه حلايا اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ولذلك بقى قرآن كماركو تلمامية صفات كأهل الجنة الرسمي إلهي ماركو تلمامية جنة أبرتما عركي يرلولك بل عادو إيه أما كوين جنة سوء عدة للمتقين كو إلهي كعب صد الله وطلق عليه كو إلهي كعب صد وكو صفات با إلهي صوت حي صفات كاو حكم ده محل شاهد كين وقع عيناه والعافين عن الناس با إلهي أهل الجنة جنة اللود ديارية وحكم ده با إلهي سبحانه وتعالى العافين عن الناس
تعبير كأوفيرسو العافين عن المؤمنين ما هايده ضدك مؤمن كدم بجودة نافع أهدو حويان العافين عن الناس ضدك دم بجودة عافية قلبك وحد قد بي وقال اسكنعي ما يا إن عفيف دابك الرون منافق باك واحد قد بي أتقرني سو امتحانة وضدك كل حجرة إن عفيف دابك الرون مؤمن إمامك واحد قد بي تعددك عقل يسوي اسكي يسوي يرود الدقدق يسوي إمامك يين لو دل غاطو سعي كما دو إمامك هذا الكو كردعو ضدك ورد مو حلقية بعقل قدينك سوي دكتور الشيخ وحباك يرسي أهي هلا دل غاطة لكن إلهي ما لها أي مدى مؤمنين تيكوا العافين ياي إلهي وحلي سبحانه وتعالى والعافين عن الناس وكوا ددك عافية في سورة الشورى مرك إلهي مؤمنين تصفين أيه صفات كمؤمنين تؤيليين إلهي وحكوت الماما يا وإذا ما غضبوا هم يغفرون آيات كسورة الشورى كورما يدت كمؤمن كأدغم كيسا آيات كاستمع داما وحبضان أسلاي شيك محل شاهد كقرآن الماما مؤمنين تصفات كقرآن كوكوت الماما وحاكم دا وإذا ما غضبوا هم يغفرون ودول هداي عروضان با إلهي لي دتك عافية مركا عريسيهين الوحد قدبه ودول دتك عافية مركا أن عفقه كور رميه ما قضية فردية به ما أهرينكو صابسان أفراد يدتك بيرسنال با ما يا وقضية حتى في القضايا السياسية في الأمور الكبرى في الحروب في السياسة الداخلية في السياسة الخارجية انت بكو صابسان وأهرين نرش بنا آدم كوردن لطحن ولذلك أي قيادة الرسم جاء مده قامسة وقيادة اللابتة بلارن إدت كذا سكوا ذكرته وقيادة أن قانون ككل دق دقين وحي وحكي رأس النقضان با عقوبها الله مريو ما هو حلو قد دق دقه ولذلك با إلهي سبحانه وتعالى أمثل القيادة نبي محمد عليه الصلاة والسلام ومده قامين رسول النبي أي إلهي وحكوه لخذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين أي ربي وحكوه لي عليه الصلاة والسلام نبي محمدها خذ العفو سبحانه وتعالى بأن نبي يقول عليه الصلاة والسلام خذ العفو قاضب إلهي لي سبحانه وتعالى عفسك أرمها قلنا عفسك قاضب وأمر بالعرف سمهنا ضد كفر وأعرض عن الجاهلين بإلى هيدا وحما قرطتو هديك وحد قدباننا كتش يسوهم سكناف دقال كي مسلمين تقلين أحد لعضاء السمايين بركم إذا مسلمين تي وحي سببتي إن مسلمين تي اللي تشبيه يغو قوشة بركي هرا لها أي مسلمين تي تشبيه شب كاسيوحو قاري حد نبي عليه الصلاة والسلام داوعية بدن يسوع قارن نو صلاة دو فردي كقط كده داوعية يسوع قاري حدو برتي ومدح كوفية دي دجالدة وكوسي تي نبنا ضايك قشو حد الكه برشة شبان حدو برتي ريدا يدبو قرش حال دجال كوس سمايين وفول كري وايو وسحابي وفرستون وكتل لابي النبي عليه الصلاة والسلام يعني النبي قال نبتي سو قاعده حد رقي دفاعيي سقال نينو النبي قال لا تاغن مدمد انت وبحين تودبا لا تخلصي تودبا غوبتي لو ديلي انصارا حد وقد كو دعي النبي لو قدي وركو ييري النبي محمد لا ديلي وخه قاعده دغال كاني حد صحابه دي النبي قال دغال غشا انتي جبتي عرركي بقى عرركي ركميده اي مدينه غلين غوبتي دغال انت لغا ياعي مخي تولي يوم زحف ودعي ولا غلي مخي مدينه لا غلي وهي هيد واقعدتني رايي تلده النبي مركو هره سو جيدي وهي دين مدينه غدهيده لو دغال غلو لكن دلنيرد اي صحابته وبدنيد اي دهي ما دبدينو سارو غالده اني هرغي مخي نو مشه ودفاع او غلينا تلدي سي مركي دنباي خلافين مشكله دني كسي دعدي كاله اي قولدي بورتا كسو بخديا
وحاس ودعدي يدور دعين أي إلهي القرآن سودك ومسألة كور رمي النبي محمد وحلا قرب عليه السلام وما مله ومضى نقابك وهو قامل لها في رسمك صور كأنت أتقبطه بل أيضا نكون أجمعك إلهي حليفة بما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ الغلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر إلهي سبحانه وتعالى وحليه نحرست إلهي درادت أياد وجود بع سناتي دتك يعني نحرست أنا وأن كسيبا رب لي سبحانه وتعالى درادت أياد نقطة قف دبع سن وصحابتي سو دبع سن كو إهداد هال هيد بيل هيلي مد دبع عض أذق قلبي إنجين دتك ويكايا عيه ولو حق أنا شجع دبع جاجة يكالجر كهدو يهاي قف أذق وقلب سن دتك ويسكي كهتجي لهاي بيل هيلي سبحانه وتعالى صحابتي وحاس كدعين وقف اهي محي كولا دقن باليري الهي وحولي فاعف عنهم دنبغودي داف وحي ديب جيستين اسكعفي بل واستغفر لهم بالهي الهي ندم بداف ويدي مركاسا وحك لو رب لي وشاورهم في الامر ارن كانا كلا تشو هددكو تلاده وحبي كوليين iyagoo jabay iyagoo dhibta sameeyay iyagoo caynka sameeyay anagunba u haynayna talada maaha ilaahay nabigiisa muhammad oo aan cidina ka aqli badnayn oo waxii ku soo dagayo oo rasuul ilaahay ayuu wuxuu leeyahay washaawirhum fil amr kuwi waxan sameeyay ayaa la leeyahay wali talada waxbay ku leeyeen talada wax ka siiba ilaahay subhanahu wa ta'ala ayad kare waxay tilmaamayaan marka fi siyaasa dakhiliya qaadada umadu inay noqoto qaada dadkeeda la tashanaysa نوع كستو أيهين با إسلام مركانا إن النقدان قادو كسفو با دعدو ينك شعب كودا كردعا داد أقبالي كرئينا يعفيان ودول قادن كرا نبغو عليه الصلاة والسلام مسألة العفو في السياسة الخارجية بكو استعمالا أوام محاي رير مكا أودي لي أودي باي وصحابة دي سيوحي لوغا وغيستي أو ساري أيها دنا إن بدنا عفيني صنّت كي علماء دخوت المامان عامل حزن مركي ودعي نبي قاعدي وحكر بيسي كسيد الدويت خديجة يا أبي طالب يا جريودين غير ما كي آد وقت كادين بحس كدة يدعوة دي سبلين ومال كلا جين كره سيب قبيل كي ثقيف لورنشر طائف تجناين الله ذكره طائف بوت تجي isagoo isla diinta u bandhig iyaguna sufahadoodii iyo wax magaradkoodii caruurti bay ku direen markaas aba dhagax lagaga soo saaray iyagoo cagaadhi ka keenay siday u garaacayeen buu iskaga soo noqday hadiska saxiixi wuxuu tilmaamay inuu nabigu leeyahay waan dhaqaaqayoon ilaa iyo hatta waxaan miiraabay buu nabigu tilmaamay afaqa مركن قرن الثعالب ما الله يداهم مركو مري يوم بقرتي ماشان ومريو دقاق وسكاك دقاق يعني وحي لوغو واجهي إيادو سيدا سيدا عضي أي إلهي ملك وصادري ملك با إلهي وصادري نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام حديثك صحيحين ككويا الله ملك كان الرسال سيدا وربك كسيده ونبي محمد سيده ميسيتش رسالة داني محي شيقيسة يا محمد إن الله قد سمع قول قومك نبي محمد إلهي هو مغلي وركي أي تلقاكو يراهدين وحي لقوقو جوابي والله مغلي أنقنا وحانا هيبوير وأنا ملك الجبال أنقنا بغر ملقا ملائكته يعني ملقا وحل سارا أرمها بورها أيانا هي وقد بعثني ربي إليك ربي بانا إيكا صدري نبي محمد ملك بويمي إلهي كيمي وملك قضايات كجبال كبراك وصاب سنة وحلي إلهي بايكا صدري وحان الله إيكا صدري إن أنا ذيك أمر كاقا طمان تاء لتأمرني بما شئت وحا آدي أمر طائنا سمييو إيه فما شئت محاط ربطاه إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين
هذا النبي محمد ودون يسرر ما كان لابد بورا ده هرره كحجة وكده بوليا تم بورا هالرجيو ما كان وده بورا واركتين تم بورا هكارو قادبان كده بوليا رر مكا وانتهى أمرهم. حسمي النبي الله محمد انت عند ايجي وحسمي وحد اكتا موقفك وتاقنا سيدو حرج كواها يضو ما كان لغا ساري ووحيو ديبا لوغا استي ماشي كلاه وسيرتك يضل لقى سو إريي أو حصل دبل لو سو جيستي موقف كان مهموم كوي هاي أدبت صاوغ بضنت هاي بنبي محمد تاجي عليه الصلاة والسلام أمم نينه جامي أبو رباه رسالة وحن بارسي وحري قال بل أرجو أن يخرج الله من أصلابه من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا ما يحبي أن لو جيسن بنبي محمد لا وقالوا قال هذا هل الداعي بولي ولي وحن كره شقبا نبر كودين إلى هاي قصيه كوا ديننا نقرقاره هذا وحن ما لين يعدد إن الغصار الداعي دي القرآن له وقال إن دون الله توم بروت الله قلوب تلبي الداعي صحيح كما نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام إلهي وحينات المام يسقو موقف كات أجر وحصر لي بهايستان ويا دنت كواد وصعد ما هدد لله يا ما قالنوا دنت ما دنت كواد وصعد وين رسالة دني دتك قاردو إن دتك أنا وح فهمان وحين قرن كرنا غير مكا وأنا قرن كره كوبي الله باتن سنة ضد بيد قال كل شيء نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام مد عد يمد قرصامة سدح يتبان سنداد مكيكو عدادين ايين مركو بحيا اسكيغتك ايكي هجرودين اكما يهارين الدقال بي كوة دين سيدات سنداد بي دقال كوة دين لح سنداد بي دقال كوة دين سند كيسا قال يتبناد بي هشيسكي سلح الحديبية لقالين سلح الحديبية يهدن هشيسكي بريين ايسا قال لقالين نبي عليه الصلاة والسلام كدبو نبي ويساقو دول لماذا مكيمي ويساقو سقال يتبان سنداد للا دقال لما يي oo heshiis la galay oo waliba heshiiska iyaga u buriyay heshiiska sulh al-hudaybiya la yaqaanay bunuda adag ay ku jirtay oo iyagu bursadeen bay noqon karnaa wixii heshiiska ku qoraa haddana kiina way buriyeen intaas oo goor isaga u cudur daaray oo halka ay arintu taagan tahay ayuu ciidan isaga wato ma ka soo galay wuxuu ku sameeyay marka ولين نبي يقولون أمد لسابو دونية داتكار إن الدين تسوق لأمبو دونية هدف كيسا كواد ما هين قال لحاق والله الله هدف كيسا كواد وين الدين تاني قولي ستو داتكار بو ولين رجاك قبائي يقو قالا انتو سوق يا ريب وحولي محافل ايسان مانتا ينا ييلي ويوغ ينوحي اي قيستين ويوغ ينين هدا لغا حوق بطي وابريوتا تلدو دو مركة قضية استعطافة يا بابا يا وبره رجويين بيبلابه أخهم كريم وابن أخهم كريم أدو أخ كريم يا هاي محمد قال هذا لغة صاري دو ابن أخ كريم يا هاي مركع أنصاري وهي لسه محل لغة دبته جي أنت أصلا سندود لو ويرري ما أنت لك واقف جبات أفكاله معانيست وحل لي أخهم كريم وابن أخهم كريم ولا الفي عن ينادر في عن بات ولي الرجاء نخاغمنا وحن نبي وكويري عليه الصلاة والسلام أهل السيرة وركي سؤر وريانة اسك الصعدة ومدح بنانتيني أمسه قول كي النبي الله يوسف لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم ما أنت عناني كركي نماها اسك دقاقا لويري دقن كعفو قابا وحو كاني inay reer quraysheed dib u islaamaan dhaqanka ayaga wixii la ogyay sameeyay idfa billatihi ahsan bu nabii kula dhaqma markuu ka gacan sareeyay ka xoog batay mu gumaadin oo mu oran waan imankii wixii sameeyay dhaqanka cafiga wa cafiya wuxuu keensaday inay diinta dib u qaataan oo ay noqdaan difaaci koowaad ee ummada muslimiinta islaamka kan faafiyay أحيانا قضية عفوه ما أنت قضايات كيدت كرؤية قانين الخيانة العظمى أبو حتى النبي وخلا نغمة قار كم ده ونفتي سيسق خصابسا ما هي إنه تاريخ الدول كا وح النبي محمد كل نغمة وح قدر دوعت كل غانتي
أو محاكمة ده. نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام حديث كبخاري كصار رسول المام أيه. ده قال لي قالين وصار نقودين. ده بتنا مل ضحى أبي سحابة دي سود ده جيني يدو للدالين يهي. درت على لوك على فافي جد وينو هرد لبنا النبي قال له قت جي عليه الصلاة والسلام إنه يرى صيحته سحابة دي نادرت كلا يسحده. نبي قال جد كيس كهردة. أيان الرمي صادح مري قال دي ودبص على مسلم كي صادح مري وقص على النبي محمد عليه الصلاة والسلام نبي محمد سيفتي سيو جيت كسرم بالله صادع دقي دبتنا قلقو كساري انتو سلدو التاقي نبي قبو حكيري من يمنعني منك نبي محمد وحو اندها كالغاضي عليه الصلاة والسلام يدو سيفتي سيني قالي قعنتا يوكشرته اسنا وشيفو ام وحبا قعنتي سيكوشرين قال كينا أولي من يمنعني منك يا إيقا عين مانت نبي عليه الصلاة والسلام إلهي باب الله انهرأ وقاضي وأهو الله يعصمك من الناس دبي تنوحي وقل جوابي الله إلهي باب إيقا كاردعين وكعلي ينكي سيفتي وقلقل وحلي من يمنعني منك دبي تنبي وحلي عليه الصلاة والسلام إلهي باب إيقا كاردعين رواية الصحيح وحي لا ذهي سيفتي بقلك إسكي علي رواية كالانا وحي شيغيان إنو كرباضي بوي سيفتي كالنعضي أيا كانت نبي قايسنا سيفتي قاطي عليه الصلاة والسلام رواية كغير الصحيحين كصار وحي شيغيان نبي قنينو يلي ومن يمنعني منك هدبا أنا قنا يأيك كاردعين هدبا دي سيقو إلهنا مروا بيسنين يسيقو بريا يا وحولي كن خير وآخذين كسف غاتك وخير بدن نغ اسكي كي عفي يعني بولي نبي محمد عليه الصلاة والسلام اسكو دي دلبا الوسمي حبابو موقف صنين صحابة دي با صوكها كعضي وي مادين ننكي يو نبي قال لفر دي وحداني يا ننكي وحنا نح مريم هم غشين واما حيبا إلا ذاني قصدي بو نبي وشاك ننكي 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 هردو سيفتا يلبحو ساسار دعضو ساسار دعضي مركو يدي يا كاعلين إلهي باني دي مركان رو قاطينا اسكي كي عفي بو بلاوي أنا وعفي يا أبي النبي عليه الصلاة والسلام عندنا وحمة قف صنين بل إيه كواس السيف بيكوتي جابيينه قار قاب كلا يسكوت ديينه يدلان باتشرا ونبي قسك عفي إمام البخاري باو حسار ورني باب وبحيي باب إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم باب وحوية هيبوي ده هلك كاني قالوا ده هدي أي خيام يسون مسلمين تا ملعفينية مركزوه حقوق أنا يمحي حديث يهودا خيبر ده قال كي يهود مركور دعي كذب النبي عليه الصلاة والسلام وإنما كان كجع سرية أي يهودي وحي سقط ضيدين يقابك للنبي محمد الدلال وآه إن للصمايو دي ده قال كليس كي علين كرواي ده قال كو يري رئيس ملقاب كلبو لوغ لي كرايان لغا تخلصو ده بتنا نيف اريا با لو سو شيلي سوم با لوغ سو دراي وا لو كيناي هل كو جعليي با ليدو وهاي دا دن ذراع ددن كو جعليي هلكي با لوغ سي بدي ماركو هيلبكي غوستاي و ددن كي سكر و قاداي ايا لو وحيوداي نبي عليه الصلاه والسلام أما وافك بقلي يبقى لو وحيودي إنه السبعي سنتي دي أتنا وسك الطفل يهود بوير اجمعوا إلي من كان ها هنا من اليهود وحي ما لهن شوقا يهود بل سوق يارا بوير والله يارا مركا يمادين بوحيودي هدام وحيدين ويدير رن مي شيقي سان يهودي مو أران قمادة أغلادي ما أمرد الدكي سي حنا بقول كولي يوار هدام وحيدين ويدير ميقا شوابي سان ها بايدا هذا رون ما يشيكي سنبويدا هذا وحيدي ويديو ها بايدا هذا وحن أبو كويدا عليه الصلاة والسلام من أبوكم يا أبيهنا ياكو أبتر سطان وحيدا هذا فلان ما قعب يشيكي وحن أبو كويدا بل كذبتم كذبتم بل أبوكم فلان أيو نبو كويدا وبنتيني غير هبل باتين ما تهدين هبل كاشيكي نسان مرحسا وحيدا هذا رون بات شكت أكو بان شكني كاد شيخ تبان خواب ترسلنا. مركز سوحو النبي كولي ورن ما يشيخ سان هدام وحيدين ويديو.
وحين هذا إن ده دانو بيش يجنبه واتقرضه أنت أصيد هذه مكبا وقرطه وادنا ويدين كرته وحكويري من أهل النار نار تيجل يبو نبو كويري مراسي وحين هذا أنا جا إن يرجلين هذا بتنايد كان نقطة ضمبينة يا يدوح ربيسين أفرتك يا عشاء يدي بقى عبدان يوحون يجعل النار أيه لكن ضدك كلامك يجعل ييجو مركك صعب حنا فرتك عاش وحين أنا جا إن يرجلين لكن إذا كان نقطة ضمبينة يا مراسي النبي وحكويري عليه الصلاة والسلام اخصأوا فيها والله لا نخلفكم فيها أبدا كهوجي إله ما كنت دارتين أنا ندي كذا ضمبينة بنبي وحكويري عليه الصلاة والسلام وردان وحيد ويديرون ما يشيغي سابكو يريبه وحيدا دان ها أبا القاسم وحنا بكو يري ورناف كان رقا ايك سميسين سن ما قدرتين ناف كان ما سميسين مركا سيدا دان نعم ها سن توا قدر وحيدا محا وقدرتين حايدو كو كلفي وحيدا وحان ربني هداد بان آلات هينا انو كار راحي سنو دي هدان دي بتاين كل يبوا لغو شيغي لها يعني هو ساي وغبح صدامهم لكن يجوا حيسكت ضيع المحاولة إن النبي محمد دلنا عليه الصلاة والسلام إذا النبي محمد عليه الصلاة والسلام دخل بريرة والوسق هذا دل بريرة لسكت ضيع وعفية كويس قال يا طبعا سنة لا دخل لما يين تو يمي وعفية كويس ما يين تو يمي بوعفية كون وعفية يا ماها مسلمين أوفرسو سياسة الخارجية ما كور ربيا كون وعفية يا ما هم مسلمين ويهود هي مشركية العرب ويان ما هدد مسلمين كما وربينه إذن قاعدة النبي محمد أخلاقيات كيسا كساب سنة وحيهين حديث بخاري عن سوريني من تقم لنفسه أبدا نبي محمد واحد سجل لقارسي ولقي ما أرقدنين يعني طريقته في حل القضايا المشكلة هدي سجل كساب سنة وحيهين محي العفو لا المصالحة ولا المحاكمة وحا طريقة إساقا أصلوا أهام حي إنو نبي محمد عليه الصلاة والسلام عفية دتك أو إسكنافو إذن أيها الإخوة وحين لأنه عفو هو مسألة أصل كاء reconciliation methods أما قابك مشكلاتك اللو حليله وأوجه الرئيس ما لأنه صدح ده الطريقة دتك مسلمين تلو جدينا يمران وحاوجه الرئيس مسألة العفو وأه قضاياتك فردية هي قضاياتك سياسية هي قضاياتك الدولة في السياسة الخارجية كصابسا هي قضاياتك السياسية ومدى في السياسة الداخلية كصابسا انت بوا لقو حلين كرا مشكلات كودا إن ليس عفية ولنبقوا عليه الصلاة والسلام وحينا برأي أما قرآن كما إلهي وحينا وحيو دي بن آدم كم حاوغو أدقك لقارة حاوغو أدقك لقارة ودل سعيكا ماها إلهي وحوق إنه وقور رمي في سورة البغرة مركز دل كدعه وحيابها فران محاكمة ده دلك الشرع يقول حكا واجب يا لمحي القصاص القود سعيك ماها قفك إن قفك الله سوقبته لكن سوبالده وحيو فهمتي قفك مركز الله سوقبته إن لديله قفك قفك هلو دل شرع عذاب إليه شرع عدو صدا ماها شرع عدو حويان إن قفك قفك الله سوقبته لكن إساق خياراتك اللي ويدية مركز عدي دم بيقولوا جيستي خيار كله ويديه، وخيار كم حاكم ده، وحاكم ده إنه أوران كره الله يقصاص، سوقف كي يجي مدلين هل أدله، وخيارات ككم ده إنه إذا ده هل سيد ده هو نعفي، تعالوا ماذا بركوا تجانون وحبوا ويدين، وخيارات ككم ده إنه التنازل الله إذا ده دلك هل قد ده لكن compensation الله يسيء ما قبنا قاضنا يا. أو بقولوا يري هي وحكاس الرئي الوهشيو ما أيان قاضنا يا لكن وحنا قالها يمحي إننا للدلين إلهي القرآن كوح لي يضع أرنت الله جور رمي فمن عفية له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان فمن عفية له من أخيه شيء فمن عفية له نكي لوردا فمن أخيه دلكي ولالكي يعني وحلا تلمامي ولا لماذا إن أنا يولقوا إن حتى يدو الدل دعي ولا لماذا ذكر مسلمين تين أنا يولقوا إن يدو الدل دعي
نينك اللقاع في يبال ليه هاي دلكي ولالكي وقيستي وحكمي ده ها. فاتباع بالمعروف على العافي اتباع إليه بالمعروف قفك وحعفيي وحكركي سساران مركا إنو كنكو الضبق لسي معروفة هادو مقادان يسير رسمي معروفة سماء كي العفيين وحكركي سا وأداء إليه بإحسان كي العفيين إنو وحي لقع فيه مكتي وسكبحيه ذلك تخفيف من ربكم بإلهين. يعني آيات القرآن وحيت المامسة ديقو إنو كميدي هاي وحتى سوهس كلي كرام مسألة العفو دلك يا ديقو إنو كميدي هاي وحيدتك مسلمين تكحلي لكران إنه يسعفيان وحا قرآن كوين برايا وحلالي وحديك حتى كوه سيئ نفت اللي سوغيست. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص كسوى شرعية لي وحلالي دمكا فمن تصدق به فهو كفارة له. فمن تصدق نك صدق ضيسته نك صدق ضيسته محو صدق ضيسانية وحي لو قيستي أي فمن عفا نك أقبله دكتي لغا قوينا دك لو قوينينا إلا إسك سيداية دلكي لو قيستينا وحبال لو دلنا إلا إسك سيداية أما أقبله إنو قاطو compensation مق إنو قاطو دية إنو قاطو أو كتنازل محي قصاص دو كتنازله فهو وحل يدي كاسف فمن تصدق فهو كفارة الله سجد دم بدافطي كفارة للجاني هي يوتي وهو لقى عفنية. ولذلك با أنس بن مالك وحسو أرورينية حديث أبو داود النسائي بن ماجه بس صو صارين شيخ الألباني الصحيح قلت المامي قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفع إليه شيء من قصاص إلا أمر فيه بالعفو. ما نرقب لي نبي عليه الصلاة والسلام الله صوبان ديغي أرن قصاصكو سابسا دي الله يسوها يستو أما قصاصك الله يسوها يستو النبي الله كاني إلا إيا مركو هروح عطصدا ورهل يسعفيه قفكي وحلوغ يستين وحافيه أي نبي عليه الصلاة والسلام عطصدا. يعني وحين لأن مران كردعه طرق اللقوحة اللي لوحة أهر طريقة العفو هل نقض الدل هل نقض اسكدي الدل هل نقض قضية سياسية هل نقض سياسة خارجية هل نقض سياسة داخلية هل نقض عدو يا مسلم حد حية هل نقض قال يا مسلم حد حية يهودي يا مسلم مشرك يا مسلم هل نقض مسلمين لحدادة انت بوحي ان اتصالك كأن القرآن كا يا سنة الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام. إشاقة دي دلك آن وكسك أولعين مثلا حديث بخاري أرورين إياكو سابسي السناء إن أحد دينك ورميني أحد مركي الشيطان كو إبليس باقي لي مسلمين تبا اسكوشي ستي وقت بار دعاي قيادة الرأي دي السلامي غاي لنطي ونكي ودي لدلي وضطكي مسلمين تا اسكرين وايين وإياكو استلين. حذيفة بن اليمان oo dhawaan yimi dagaalkii badarka mu qayb galinay waakiin nabigu ka caafiyay markuu heshiiska la soo galay quraysh isaga iyo abiyo dhexda ku jira markii la qabtay oo heshiiska la galay markay yimaadeen badar kadib uxud baay ka soo qayb galeen abiyo aan la garanaynin ayaa la mooday mushrikiinta inuu ka mid yahay seefta lagu boobay iyadoo abiyo seefta lagu bilaabay boo arkay xudayfa markaas uu qayliyay abi isagoo leh cidii uma dhag taagina waxaa la isidhi waa gaalkii uu la isdilay iyo dagaalkii socday aabihii meeshii baa lagu dhex dilay aabihii xudayfa al-yaman wuxuu ku dhintay maxay dagaalkii uxud waxaanu ku dhintay gacanta muslimiinta. xudayfa markuu arkay aabihii oo laga takhalusay ayuu wuxuu yidhi abi faqataluhu bay yidhaahda qaala xudayfa ghafir allahu lakum. xudayfa markaas buu wuxuu muslimiintii ku yidhi وأيدنا عفية إلهي الدم بيجينا هداف وعفية دلك به بل أحاديث قاربات الماما يينان حذيفة كزول بقية خير لهذا السبب
واستمر ذلك الخير بين علماء بقية يعني حديثة واحد كسار ورطي إن أنه سببت الدراد دي أنه يغزو لن حذيفة بقية خير. أيها الإخوة هدين قضاياتك السياسية أكورني قضاياتك الدلك أكورني قضاياتك كسك يبل شرى واحد نقرأ كرنين كسار ورطي إينا دور دعضان تلمامو كو دعددك وواذا يدن كفل وحويا حادثة دي كسار ورطي أبي بكر إيو إنان كيها برودة كتير لشي أبي بكر إنان تردلع عائشة رضي الله عنهما واتيب بين أبورتك المنافقين توهي كشيغين أي لهذه النمبة لبا إلي بين أبورتك مركي أي شيغين وفافي وركي وركي مركو مقالة مدينة كفافي صحابة دي ركمي دو اسكاد داعادة أي رنمو دي خبر كي مركو فافي نبي قنو كهد لوايي وهي نبي محمد عليه الصلاة والسلام هي صحابة والغو اتحامي مسألة بالبان وحي كسو دقين مسألة كورمية وركي والله شاقي هل بلو كامل بان مقالدو وركا يسلق وحي سي وحي يوسمد كيمو كورمية أنا نجرين بشي قده دا واحد عضي ركم دا صحابة دي إني قضية دا تن رنمودين دابا تندد كفافية بيكم النقضين سدح قف بالغو آدية سدح دا قف وحكم دا صحابي ليدا دا مسطح ابن أثاث مسطح أبي بكر وقرابه ومسطح هو يدي أبي بكر بها برواداقة مسطح فقرة دي مهاجرين تيسو هجرتو كمدي إساقي يهو يدي بعلماء دا وحيدا وحان نفقية أبي بكر بس يوبيليا مركا مسطح سدح شي بولو داقة أبي بكر إنه قرابيهين إنه أبي بكر قعان ييتكو ليهو بيليو يينو دان المسلمين يهيو مسلمين تي صحابة دا ميشي توكي كمدا إنتا مدنا ما يدعين وي كهوس بحضيو مسطح وحكو بيري داتي ورك شيك شيكي أبي بكر رحمة الله عليه نن مواقف أدق نواهان شري ومدك لنن عركو للبوها حرورية أبي بكر قصص كيسا داد أخرده سائل بدن بدلكو المدون طو حروري نمدي ستلمامسا أبي بكر وعراضي مركو عراضينا لكن ووقف عند الشرع سقو عريسا هدنا شرعي كما حد قد بينين مركو عراضي وحقو آنصدي مستحين يسكدر كيو وحدا بانو سيني بيل كيسونو نغوستو نك اسلام نما يغو حرمين واي قرابه حرمين واي كان حرمين واي ابي بكر عردي وحي غارسي سينو يراه نكا وحب دم سين ما يان كلا تغنوا ان كلا كخه الهي با قران سوده شي قضيه دنك ورميه مركا ابي بكر الهي قران كم حكوله سبحانه وتعالى وليعفو وليصفحوا ولا يأتلوا للفضل وسع الى يحليي دارنن كون معدسي ان المساكين تي مهاجرين توحسيان يي كدارنن با الهيدي اي ما هي هيلان وليعفو وليصفحوا با الهيدي ها عفيانو ها كتشستان او وايو الا تحبون ان يغفر الله لكم با الهيلي ادغون سيك ام مساد الهي كو قفته سومالو والبنت تقف سميسيد عندنا هدوون إلهي قعبا مهوس لكتدو متلا هدد يا رب إلهو الدنبقي قهوري يكي والد كي برناف مهالي والبابا إن لأني مر هدادو قوشة هينا ديقى دنوب تاديات إلهي ويدي ستاينو دافو وحا حبون إنا دقبشو محي إن أدوغونا أدتك عفيدو إذا محاينو قران كرنا قضايا المجتمع إنا يتهي وحلو وحلينا وحين كسو كوبا إنا قران كرنا نبي الله يوسف محو مشكلة ديكو حليلي يدو isaga god lagu riday oo xabsi galay oo wixii aan dhiba soo maray isagoo walaalkiisii weynaa markii qadaayadkan uu la kulmay uu iska tagay idaan uu aabahay ku noqon maayo isagoo walaalkii reerkii baba ay mushkiladu qabsatay muxuu ku xallilay ifatu lisaani wal af inu arabkiisa ilaaliyo oo iyago hortiisa ka caytamayo le haduu kan yari waxaday faqad saraqa akhu lahu min qablu isagoo madax bay ciinka ku leeyay iyago shalay god ku riday oo maanta madax yahay bay hadana hortiisa waxa kale iyago aan garanaynin يوسف با توغا هانشري ويوسف كي لاحظ ليان إلهي وحولاي حتى عرب كيسو كي لاليين وماغو نفطه سوحو كييري إذن كاك شربضا وحا يوسف شاقسا بل مركو إلهي أم هدع علينا يوحو كحش هوضي إنو شاقو قد كي يكون ردين
أو حشاجي جالكي وقلي إلهي بانكم ما هذين يا أنا جالكي كأني إذا نبادي إذا ككأني مو أورانين أنا جالكي كصوص عري إذا نبادي إذا ككأني ويا جالكا دوقت كشجعه ولا الذي بقى عبصدين وحكتين قابورة إذا عرب كيسو إلهي ونعفيه لا تثريب عليكم اليوم مكيري وحكف لن قضايات ككن إن لين فري إن إنه حتى قضايا الأسرة جوريجا إنه مشكلات كجوريجا كحل اللمحي مسألة العفو إلى يوحوا لي يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم مشكلة جوريجا وحكوا عفي سامو كحل شامبال لي إن هدول قاد يعفي اسمه جس لكن هذا صلاة الله ترسطون ما أنت يدب جيسة طب أنا على مضحوك وبورمه مشكلة دلو تأكل مايو لكن هذا الدول قادة توعف في دريرك وشرية ولذلك ما إلهي سبحانه وتعالى وحي ربريا مرك الرير كنبتي سوء أدك توا قورمة ووقتك الله يسفر صماها وقتك فرينك وقادب إلهي لي هذا هو أنت فرطان انطلق وإن طلقتموهن من قبل أن تبصوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح بإلهي ومرك قد يدوغو أدكتا مرك فوريتان كو جوغي نكي يقبردو انتا سوء عرضي اللي كالتغيو إلهي وحولي هدي قبرات فرطو حاس هدات فرطو إيادو آند أتغين لكن شرعيقا أو لومقا عابي إن مهر وحي كوغول هدي مهر كابركي لكن إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيدي عقدة النكاح بإلهي لا بد إذن بيلو هذا إنه يجو دبرك عفياً مين هذا يترى هذا ورب هرناي سيريس كتك ويعفيده له الحق عكس يكون واصح هذا نكون أنا نوح بها النص النصين ويحبه وكان قاضه واكسيه نسك سيه كبضان سيه فله الحق إلهي مركي مشكلة دو قوات كيد بوحو تلمام يأين لقو حل لمحي مسألة العفو إنان لإلابين وحب كسوكو بيا مركا قرآن يا حديث بضان بينه هينا مسألة داكو سابسان هذا ينو تلمامنا ولدن رير قلبات كي دراسات كودن هدا عصبينا ولد السايكولوجي كو حي غارين هدا امراض او غترد بدن لين اي سببها كان كميديهين عرض مركي حدا دافته وحي دهدان عافسكو سايكولوجيكالي قفكو مركو وحافيو اما ددك عافسك بدن لو ددك اوغو بدن باي دهداني حنوندا ودن حنونكا لاي دهدو ايو حانونا بضان وكل مسكحة البناء هذا مكون دعا كان نبات قبابا إيلا هذا نوادت كعفز كدعا ولذلك يا جامعة دان ليدس أستاذ علم النفس أي كنت الماما كيت هيرت وحسمي أي إعلان وصمينا إيو دورات لتدريب العف إنو سمي إيو دورة دو صوبان ديقا إيو لغو داتك تبابرا يقاب كعفز كالله سمي إيو نقفك وحافيو ويير إيو داتك سينا يكحر وبيان ضغط الدم يا أمراض القلوب لي هاي بلد برا شركة يحنو نضا وضنا كل عاد كحروب يسنبول يا هدا غبشان دورات كيسة تدباتنا يقف بايس قريمة إليين والربين يبرتان وحنو مالين إينا دورات كتحاتنا إيدا نوباهنين وحكالنا إينا إيدا نوباهنين إينا ديبو قلنا قرنو كتاب كيسو نضا مسألة تنا وحالا ينكا صومالي قاهي ومدى إله هردن وكاقا أولي سيينو مسألة برتو وهي صومالي وادتك قولة مركي عروضا وحي دونا بسمية أي كميدي حينو باهنا ينينو مكا برانو قريقا ينينو عفو كولا دغي كرنو بلشادا كولا دغمي كرنو مجتمع وين كولا دغمي كرنو سياسادا كولا دغمي كرنو قبائل كولا دغمي كرنو برانا يناي كمي تهي سيابها بلشادا الله وروريا ادب لغو مدية وصلى اللهم على النبي محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. جزاه الله خيرا وحنا رجينا إلى إلهي مؤدنا وأنفعه رتي محاضراتك من دم درك درسه ويتقيم بدنا نيسا وينك سي أكان نيسا وينك سي معلومات بدلتها بركة يجانا اسم الصحة بروعة في عنا الله سنة أصلا النقل علمي كان جهدي كان إنه سنة حذر نقل وحافي عنا الله يدرك إن أي ولايات أما أي نقطيان نقط كمهيكا إلى هنا وعفوا. وحنا كنا حجرنا ولي أو برتا تفريجرنا
برنامجكيني مانتا عيوان كيسو يسيروا ولا تعصروا وبشروا ولا تنفروا محاضرة الوقت بقى انت عنا قلنا ما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إن